اهلا بيك مره ثانيه يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. مصر حضرتك يعني قلت هذا التعبير ولما كنا بنتكلم قلت من حسنات يعني ما يحدث دائما انه بيكشف الوجوه وبيسقط الاقنعه وبيميز ما بين من يتاجرون بالقضيه ومن يعملون من اجل القضيه. مصر بالنسبه لك انت قلت انها قد تكون الطرف الوحيد الذي يعمل بجد وجديه طول الوقت. في بعض الاطراف ممكن تشتغل بجديه لبعض الوقت او يعني لما يناسبها مثلا من ظرف، لكن مصر طول الوقت بتشتغل بجد وجديه. يعني كيف ترى هذه الجديه واثرت على مصر ازاي برضو؟ انا هحاول اتكلم بالواقع. هذا التعبير اللي انا قلته على ان مصر تحملت النصيب الاكبر وما زالت لا يسيء الى الدول الاخرى، بمعنى انه بعض الدول ظروفها لا تسمح، يعني امكانياتها لا تسمح، امكانياتها البشريه الاقتصاديه التسليحيه عندها نوايا طيبه بس لا تستطيع ان تدخل في صراع مباشر مع اسرائيل. دول اخرى اقتنعت بافكار اخرى وغيرت مسارها. دول ثالثه في المنطقه العربيه كما تحدثت في الجزء الاول هي عندها ماساه داخليه، يعني ليبيا هتحارب اسرائيل ازاي؟ وفي حكومه في بني غازي وحكومه في طرابلس. الجزائر عندها روح عروبيه جيده بالفعل بس ما فيش حدود وما عند يعني المغرب عامل علاقات مع اسرائيل، السودان عنده كارثه كبرى الجيش والقوات المسلحه مع ميليشيا الدعم السريع. طبعا مش الصومال عندها حرب اهليه من سنه 91 وعندها اقليم منفصل عنها. اليمن فيها حرب بين الشرعيه والحوثيين. العراق عنده مشكله كبرى منذ قصف الدار الحسين بيحاول الخروج منها. سوريا عندها حرب اهليه بالظبط. اسرائيل توجه لها ضربات بطريقه شبه منتظمه تقريبا كل اسبوع وهي لا تستطيع ان ترد رغم وجود القوات السوريه ورغم وجود بعض القوات الاخرى من حزب الله وقوات الايرانيه. لبنان عنده مشكله شغور رئاسي وانقسام حقيقي ما بين جبهتين، جبهه ترى الكفاح المسلح ضد اسرائيل وجبهه ترى ان هذا توريط للبنان. الاردن يعني كان له وضع خاص طول الوقت. ما الذي بقي في كل انا هنا بتكلم هنا مش بأدين دول هنا بتكلم يعني انت هنا بترسم صوره بالظبط. الدوله الكبرى الحقيقيه المتماسكه الحمد لله هي مصر. ومصر هي التي خاضت الحروب الاربعه الكبرى الاساسيه ضد اسرائيل 48 56 67 73 وممكن تضيف ليهم كمان حرب الاستنزاف. وهي رغم حتى معاهدة السلام اللي هي من سنة 79 ما زالت هي الثقل بتاعها هو المشكلة الكبرى عند إسرائيل. تعلم كثيرا حضرتك انه الولايات المتحدة كثيرا بعد التسعة بعد المعاهدة بيقنعوا مصر وانتم ليه محتفظين بجيش قوي وكبير؟ انتوا خلاص عملتوا معاهدة واقترحوا اكتر من مرة وقدموا اكتر من مشروع طبعا ايام المشير طنطاوي جيش صغير جدا يعني جيش مواجهة ارهاب فقط. ثم ثبت انه هذا هو كان التحدي الاكبر اللي هو ده الفخ الحمد لله اللي ما عناش فيه. لان انت زي بالظبط ما كان البعض بينتقد ان احنا بنشتري المسترال والرافال اشتريناها بفلوس كتيره وقتها بس دلوقتي نفعاك. نفعاك على الاقل حتى لو ما بتحارب بيها انت وانت ما بتحاربش. ما هو في الغالب يا فندم نحن لا نشتري السلاح لنحارب بيه بالظبط. انت بتشتري يعني السلاح عشان يبقى رادع بالظبط. ما هو اسرائيل ما استعملتش القنبله النوويه دلوقتي. بس وهي كل العالم وهو بيفكر في اسرائيل بيفكر ان عندها قنبله نوويه. اسرائيل بتحاول بكل الطرق ان هي تعرقل المشروع النووي الايراني لانها تعتقد انه امتلاك ايران لقنبله نوويه هيبقى عامل مشكله. ده ردع ردع كامل زي الخناق او الصراع الكبير اللي كان بين الهند وباكستان. بعد ما الهند فجرت قنبلتها النوويه كان طبيعي جدا ان باكستان تسعى بكل الطرق لانه ده صراع وجود بالنسبه للدولتين. فبالتالي الواقع بيقول ان مصر هي الدوله الكبرى الامكانيات الكبرى اللي كمان انت لا تدافع. يعني فيه حاجه مهمه جدا مصر تدافع عن القوميه العربيه وعن العروبه في فلسطين مصر لكن ايضا اضافه للجانب القومي مصر الامن القومي الوطني بتاعها لا يتحمل ان يكون هناك نظام معادي ليها في الشمال لانه كل الغزوات الكبرى تاريخيا جت من هذه المنطقه تقريبا. صحيح. فبالتالي انت من مصلحتك زي بالظبط كده امريكا لا تتحمل ان يكون المكسيك فيها نظام معادي ليها او كما تفعل مع كوبا كاسترو وامتداداته جزيره صغيره بس مش متصوره. انت هنا بتتكلم على عمق امنك القومي. بالظبط. فبالتالي انت الذي تحملت انت حتى في فترات السلام انت دورك
تطور واختلف بعد المواجهات العسكرية به الدور الذي يحاول أن يدافع عن الشعب الفلسطيني ويحاول أن يمنع أن القضية الفلسطينية يعني تجرف بالشكل ده وتتصفى. وشفنا الجهد الكبير جدا اللي عملته مصر لسنوات طويلة جدا أنه في مشروع صهيوني حقيقي كان موجود في الإدراك بيحاول يصفي القضية الفلسطينية. إسرائيل استغلت الفترات الطويلة جدا من الهدوء وتغيير الصورة الذهنية وهودت جزء كبير جدا من الضفة. من يرى خريطة الضفة على أرض الواقع هيكتشف حجم الكارثة اللي تم الطرق الالتفافية والمستوطنات وبلطجة وعنصرية وعملية المستوطنين. ثم جاءت عملية 7 أكتوبر طوفان الأقصى وهي عملية لا نستطيع أن نلوم عليها الفلسطينيين خالص لأنه شعب محاصر طول الوقت. لكن وانا بعمل ده برضو بيبقى مفروض عندي تصور هو انا لما اعمل كده هيحصل ايه بالظبط. ده مش خيانة ولا بس لازم افكر